السلام عليكم، معكم الدكتور طلال نقار. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة جديدة اللي بدأتها إن شاء الله، هي بعنوان الـ Virtual Journal Club. حناقش مواضيع أسبوعية، أحدث الدراسات الصادرة بموضوع معين من اختياري الشخصي، حسب ما ألاقي شيء صادر من بالمجلات المشهورة. بهذه الجلسة وقع اختياري على الموضوع الأكتيف اللي كتير بهمني شخصيا، وأظن بهم كتير أطباء، اللي هو موضوع أدوية السكر الجديدة اللي صار بالسوق على عدة سنوات، من 7 أو 8 سنوات، هي الـ SGLT2 inhibitor، مثبطات مستقبلات الصوديوم الجلوكوز. هذه الأدوية أطلقت عليها ربما بأحد النقاشات مع أحد الزملاء الحصان الرابح. حقيقة وين ما عم بتحطها عم ما تشتغل. في دراستين صدروا بشهر جانيوري، من 2 3 تقريبا، حناقشهم بهذا الجلسة، إضافة إلى ميتا أناليسيس. حقيقة أنا محاول أمسك طرف الخيط بهذا الموضوع. خليني أقول في كتير دراسات صدرت عن هذه الأدوية بالسنوات الأخيرة، أظن بأحد المراجعات كان حوالي 75 كلينيكال ترايل، يعني رقم كبير حقيقة. في عدة أدوية أخذين الـ FDA أبروفل، أو حوالي 4 أدوية، وفي طبعا في ترخيص حول العالم، فاربع ادويه اخذين FDA ابروفل باختصار باستطبابات مختلفه، وكل دواء في له عده دراسات حقيقه، فمو سهل الواحد يحيط فيهم. هلا ما حاول انا احكي عن الشيء الجديد، ومع معنا مع الايام ممكن نرجع لهذا الموضوع مره ثانيه، ونحاول نبني على الشيء اللي زرعناه اليوم، بحيث ان الواحد يكتسب شويه معلومات، او خلينا نقول يكتسب مع اساس يبني عليه، بحيث انه مره عن مره بيحاول يحفظ هي الدراسات ويحفظ هي الادويه. باختصار شديد، هذه الادويه هي مثبطات لمستقبلات الـ SGLT2، اللي هي المستقبلات اللي بتعيد امتصاص الجلوكوز والصوديوم بمستوى الانبوب القريب. بتلاحظوا هذه هي المستقبلات، فهون بيرشح هذه القبة الكلوية، طبعا هذا الانبوب القريب، فبيرشح الصوديوم والجلوكوز، فبينعاد امتصاص الجلوكوز والصوديوم هون بهي المستقبلات، اسمها كو ترانسبورتر. 90% من الجلوكوز يعاد امتصاصه من هذه المستقبلات، وفي حوالي 10% بيبقى بمستقبلات نوع ثاني اسمها الـ SGLT 1. حقيقة هاي المثلثات، الأدوية معظمها اللي موجودة بالسوق عم تكون تثبيطة للـ SGLT 2، وهذا هو حيكون موضوع بحثنا اليوم. شو الفائدة اني انا عم امنع امتصاص الصوديوم والجلوكوز؟ الجلوكوز عم يظهر بالبول، وبالتالي عم ينقص تركيزه بالدم، فهذا علاج للداء السكري رقم واحد، عم يضبط سكر الدم. الشغلة الثانية انه الصوديوم كمان ما عم ينقص امتصاصه معه، مع مثله مثل الجلوكوز، وبالتالي الصوديوم عم ينزل بالانبوب القريب، عم يوصل للماكيولا دينسا، عم تحس الماكيولا دينسا عنده الصوديوم اللي عم يوصلها عالي، وبالتالي بتنقص الرشح الكبي. في شيء اسمه التوبولا فيدباك، فهذا بنقص الرشح الكبي، فعمليا بنقص الضغط ضمن الانابيب الكلويه، وبالتالي بنقص البيله البروتينيه اذا كانت موجوده، وبالتالي بنقص من استهلاك الكبب الكلويه، وهذا الشيء بيبطئ من سير القصور الكلوي المزمن. نفس مبدأ الاس انهبيتر، طبعا هي احد النظريات كيف الاس انهبيتر الانجت الكابتوبريل واخواته، كيف او اللوزارتان كيف ينقصوا من بيبطئوا من سير القصور الكلوي. هي الادوية عم تقوم تقريبا بنفس الدور، وبالتالي ظهر انه هي الادويه كمان مو بس بتضبط الداء السكري، هي الادويه بتنقص او بتبطئ من تدهور الوظيفه الكلويه عند مرضى السكريين. لاحظوا انه هي الادويه طارحه للصوديوم. طيب مين العضو اللي حيستفيد من طرح الصوديوم؟ القلب. وبالتالي اثبتت الدراسات، لاحظوا بدراسات السكر انه مرضى قصور القلب عم يتحسنوا اكثر على هي الادويه. راحوا عملوا دراسات عن مرضى قصور القلب بدون سكري، فكمان عم يستفيدوا. فعمليا افضل مريض ممكن يستفيد على هي الادويه هو مريض سكري عنده قصور قلب، وعنده او عنده داء قلبي، وعنده داء كلوي، اذيه كلويه، هذول الثلاث عناصر مجتمعين. اذا كان واحد منهم او اثنين منهم موجودين كمان حيستفيد في دراسات هذا الموضوع، واذا هلا حتى واحد منهم موجود بدون ما يكون اثنين ثانيين موجودين كمان في دراسات هذا الموضوع، صار قصور القلب لحاله استطباب، وصار القصور الكلوي لحاله استطباب، والسكري طبعا استطباب لانه هو الاساس.
خليني احكي لكم الحكايه حقيقه. طبعا هو خليني ارجع اشوف فيكم المثلثات. السكري هو الدائره الكبيره، حيكون في عندي مرضى قلب وسكر، حيكون في عندي مرضى كليه وسكر، مرضى كليه لحالهم بدون ما يكون في سكر، ومرضى قلب لحالهم بدون ما يكون في سكر. هدول كلهم ممكن يستفيدوا على هذا، على هي الادويه. خليني احكي لكم القصه حقيقه. القصة بتبدأ مع إذا بتشوفوا هذا العنوان، الـ FDA lift restriction، وقفوا الـ restriction على دواء اسمه روزيجليتازون. هذا الدواء موجود كان من 20 سنة تقريبا، كان الحصان الجامح أو الحصان الرابح بهذيك الأيام، كان هو الدواء اللي عم يتسوق له بشدة بأمريكا بالذات، طبعا حول العالم موجود، كان مرخص بمعظم الدول، على أنه هو بديل وارد، أو هو دواء واعد وبديل للميتفورمين حقيقة. بعام 2008 و2007 تقريبا ظهرت تقارير انه الروسيجليتازون بيترافق مع زياده الخطوره القلبيه الوعائيه وزياده الوفيات القلبيه الوعائيه. بهذاك الوقت الـ FDA عملوا تاسك على هالموضوع، وبالاخير طلعوا تحذير من هذا الدواء، وعلى اساسه توقف الدواء بكثير من دول العالم بما فيها امريكا على حد علمي. بعدين اكتشفت انه لا، وقت عملوا بس تحذير وما سحبوا من الاسواق، وبعدين بواسطه يبدو جماعه واسطتهم تقيله ردوا عادوا الدراسات اللي هن جماعه اظن جلاسكو اظن او ماني فاكر مين هي الشركه تبعهم، فعادوا تحليل الدراسه ب 2014، والاف دي اي على اساسها انه لا، ما بيزيد الخطوره هذا الدواء، وبالتالي رفعوا الريستريكشن على هذا الروزيكيتازون. بس مع ذلك حاليا بامريكا انا ما شفت ولا مريض عليه، وما اظن في طبيب بيوصفه. طبعا في ادويه بحكي لكم كمالة السيره. هلا باوروبا، بكثير من دول اوروبيه هذا الدواء مرفوع من الاسواق، اظن بسوريا انسحب من الاسواق، باندونيسيا، بالهند ممكن تشوفوا بالويكيبيديا قصة هذا الموضوع. كتير دول أوروبية مسحوب منها، من نيوزيلندا مثلا مسحوب هذا الدواء. مثل ما قلنا أمريكا لا، مش مسحوب. إذا بتفتح بالأب تو ديت بيقول لك لا، إنه راجعوا دراسة الريبورت ولقوا إنه ما بيزيد الخطورة القلبية الوعائية، وبالتالي رفعوا الحظر عن هذا الدواء. ورغم هذا الشيء مانو الروزيجليتازون بعده، أنا ما شفت أي مريض عليه صراحة من مرضى السكر. هلا على اساس هذا الدواء لانه زاد الخطوره القلبيه الوعائيه، الاف دي اي طلعت نوع من التحذير او ادفايسري حقيقه، هذا عنوانه ادفايس جايدنس فور اندستري، يعني مثل رساله لشركات الادويه انه يا جماعه لما تكونوا تعملوا لنا دواء جديد للسكر نحن ما حنرضى نرخص لكم دواء بنقص السكر فقط، لازم تشوفوا لنا تاثيره على القلب. وبالتالي اذا دخلتوا بالتفاصيل حتشوفوا الجايد لاين تبعهم. اول جايد لاين انه نحن بدنا السبونسرز اللي هن شركات الادويه انه لازم يعملوا تحليل الاند بوينتس للكارديو فاسكولار اند بوينتس، يشوفوا التاثير على القلب، وعلى الاقل يكون امن على القلب، هذا هو المطلوب، فقط يكون امن، ما يسيء للقلب. وبالتالي الدراسات الجديده كان لازم كلها تجرى على هذا الموضوع. طلعت حوالي 4 زمر دوائيه حقيقه، طبعا هذا هو الروزيجليتازون، طلعت 4 زمر دوائيه كلهم عملوا دراساتهم على القلب حقيقه، واثبتوا انه بنقص الوفيات، بعضهم بنقص الوفيات القلبيه، وهذا الشيء كان مثل ما بيقولوا دفع لهذه الزمر الدوائيه. اول زمره ممكن نحكي عنها هي الميجليتينايد، اللي هي الدواء الشهير فيها هو الريباجلينايد اللي هو البراندين. هذه الأدوية مثلها مثل السلفونيل أورا، اللي هي بتنقص أو بتزيد إنتاج، أو بتشتغل على البنكرياس مباشرة، بتزيد من إنتاج الأنسولين، بتثبط قنوات البوتاسيوم، بيرتفع البوتاسيوم، بتفتح قنوات الكالسيوم، وبالتالي بيزيد إفراز الأنسولين. هذه الأدوية هي الميجليتينايدز، مثلها مثل السلفونيل أورا بس أحسن منها طبعا، أو نفس آلية التأثير. الدواء المشهور اللي موجود بالأسواق وكثير مرضى بيكونوا عليه البراندين حقيقة، بنشوفه كثير. فهذه أول زمرة، ماني فاكر إذا كانت على تأثيراتها مفضلة على القلب أو لا، صراحة ما عندي فكرة، بس لازم تكون، لأنه لو ما كانت آمنة على القلب ما أعطوها الترخيص. فهذه أول زمرة دوائية الميجليتينايد اللي هن البراندين. هلأ الزمرة الثانية اللي درسوها حقيقة وعطت، أو في زمرتين خليني أحكي، على مستوى الأمعاء لما بصير في عندي امتصاص للسكر أو دخول السكر للأمعاء
بينفرز هرمونات او بيبتيدات اللي هو الجي ال بي جلوكاجون لايك بيبتايد 1 والجي اي بي الجاسترو انهبيتوري بيبتايد. هدول الاثنين اللي هن انكريتينز هدول بيزيدوا افراز الانسولين وبيثبطوا افراز الجلوكاجون وهذا بينقص من سكر الدم. هذه الاليه في زمرتين دوائيتين بيشتغلوا عليهم حقيقه، وحده منهم انه نحن نعمل ادويه شبيهه بالجي ال بي 1 اجونست اللي هي مشابهات الجي ال بي 1، والدواء المجموعه الدوائيه الثانيه هن بيثبطوا هذا الانزيم اللي هو بيكسر هذا الهرمون او هذا البيبتايد. فاذا انا كسر صبط يعني منعت هذا الهرمون عكس هذا الانزيم فمستوى الجي ال بي 1 بيرتفع وبالتالي بنقص سكر الدم، او اني اعطي اجونيست مباشره. هلا المجموعه اللي بتثبط اللي هي مضاده لهذا الانزيم هي مجموعه الجليبتين اللي هي السيتا جليبتين، اذا سيتا جليبتين واخواته جنوفا، وهو السيتاجليبتين وكل هالصفة باليابان وبأمريكا وبكندا في كتير أشكال وترخيص مختلف، بس مثلا بأمريكا عندنا السيتاجليبتين موجود وهو جنوبا. النوع الثاني من الأدوية اللي هي الأجونيست للجي ال بي 1 اللي هن الجلوتايد الإكسينيتايد الليراجلوتايد الديلوجلوتايد اللي هو التروليسيتي، انا هدول صراحة عم شوفهم بعيادة كتير، اضافة للفيكتوزا اللي هو الليراجلوتايد. تروليسيتي هو انجكشن بالمناسبة، والفيكتوزا هو انجكشن بنعطى مرة اسبوعيا. تروليسيتي اذا بتشوفوا هذه الشكل تبعه بنعطى مرة اسبوعيا، فكان هذا الدواء فتح كبير حقيقة بعلاج السكر. طبعا كله مرة تانية من تحت رأس الروسيجليتازون، درسوا كل هالادوية وطلعوا لهم تأثيرات قلبية ايجابية. مثل ما قلنا الليراجلوتايد اللي هي الفيكتوزا، واللي بيهمني اللي حافظه صراحة عم شوفهم بالعيادة الدولاجلوتايد. أنا ماني حافظ كثير الأدوية حقيقة، عم حاول أنا يعني أعطي نقاط منهم بحيث أني أتذكرهم، ممكن تذكروهم إن شاء الله إذا بعدين مرة تانية درسوهم مرة تانية. الزمرة اللي هي بدنا نحكي عليها اليوم هي SGLT2 inhibitor، اللي هن في عندها أربع أدوية أخذين FDA approval، هن الكانجلوفلوزين والدابجلوفلوزين والإمبجلوفلوزين والإرتوجلوفلوزين، حتى البقية مش بأمريكا، في بعضهم باليابان وبعضهم بأوروبا ماني مهتم فيهم، بيهمني خليني أقول أهم شيء حقيقة هي ثلاث أدوية، ثلاثة الكانجلوفلوزين الدابا والإمبجلوفلوزين. هلا اول ميتا اناليسيس هي صادره بالبريتش ميديكال جورنال اللي هي المجله البريطانيه، هذا المقال او هذه الميتا اناليسيس صادره ب 2021، صادره اظنها بجانيوري 13 تماما. فهي عنوان الريسيرش هو الاس جي ال تي 2 انهبيتر مقارنه مع الجي ال بي 1 ريسبتور اجونيست بعلاج الداء السكري، يعني قارنوا هالمجموعتين الدوائيتين من خلال نتورك ميتا اناليسيس. هلا اذا بترجعوا للفيديوهات اللي حكيت عنها بالتبسيط او خليني اقول البيزك تبع الريسيرش، انا ما حكيت عن النتورك ميتا اناليسيس، وشخصيا ما كان عندي فكره ابدا عنها حقيقه، هي موضوع جدا حديث بالريسيرش بالسنوات الاخيره ظهر كثير، قرات عنها من عده ايام. فعبارة عن أنه هن بيجيبوا مجموعة كبيرة من الدراسات وبيعملوا مقارنات مباشرة وغير مباشرة بين الأدوية، هتشوفوا كيف. هون عم يقارنوا طبعا بين دوائين، بين SGLT2 والGLP1، رح يجيبوا الدراسات اللي بتقارن مباشرة بين الدوائين، وحيجيبوا دراسات بتقارن بين الدوائين بشكل غير مباشر. يعني مثلا SGLT2 حيتقارن مع البلاسيبو والGLP1 حيتقارن مع البلاسيبو، وحنشوف انه من خلال المقارنتين انه مين افضل من هذا، افضل من هذا او هذا افضل من هذا. طبعا هذا الشيء من خلال دراسة وحيدة مرفوض قطعا، البلاسيبو اللي هي مجموعة الكنترول مختلفة بين الدراستين، وبالتالي ما بتقدر تعمل المقارنة على مستوى دراسة واحدة. بس يبدو هذا الشيء علم جديد وانا ما عندي اي فكرة عنه حقيقة، انه نحن هون عم نحكي عن مجموعة كبيرة من الدراسات. حتى لما بتلاقي النقد لهذه النتورك ميتا اناليسيس كله بيقول لك انه شيء جديد ونحن هلا ما بنعرف كيف، يعني انه شو هو فعلا صحيح او غير صحيح. لاحظوا انه عدد الدراسات المشاركة هون 764 دراسة،
عدد المرضى اللي دخلوا الدراسة 421,000 مريض، حوالي نصف مليون مريض كلهم كانوا إليجبل للدراسة. فأنت عم تحكي عن تحليل بيانات من نصف مليون مريض آخذين مجموعة مختلفة من الأدوية. حدخلكم أول شيء على المخطط الأساسي تبع هاي الدراسة اللي هو أهم شيء، ما هي نتورك، فحتلاقوا هذه النتورك حقيقة هذا اللي عم نحكي عنه. فبتلاقي الدراسة بهالشكل هذا، عبارة عن سوري عبارة عن أدوية، الأدوية المختلفة البلاسيبو مثلا، خليني أنا صراحة تمام. فبتلاقي مثلا البلاسيبو، بتلاقي الستاندرد تريتمنت عم يبدا من تحت، الميتفورمين، السلفوني الاورات، تيازويدين ديون اللي هي الروزيجليتازون، دي دي بي 4 اللي هن المجموعه اللي حكيت عنها، الاس جي ال تي 2، الجي ال بي 1 اللي هن هدول الدوائين اللي حنحكي عنهم، الزمرتين اللي هن حيصير المقارنه بيناتهم مع البيزل انسولين، مع البولوس انسولين، مع البولوس انسولين، حتى مع الالفا 1 جلوكوزيداز انهبيتر، كل المجموعه. وفي الجليتينايد هي اظن ما عندي فكرة عنها صراحة. الفكرة انه كل ما حجم الكرة او حجم النقطة اكبر، كل ما كان عدد المرضى الموجودين بهي الدراسات المشاركين الموجودين بهي المجموعة اكبر. الروابط بين الدراسة والاخرى، او عفوا بين المجموعة الاخرى، هي عدد، كل ما زاد عرضها كل ما زاد حجم، معناته انه في عدد اكبر من الدراسات المقارنة مباشرة. إذا بتلاحظوا نحن مهتمين بالـ SGLT2 مع الـ GLP1، الخط بيناتهم صغير. فالمقارنة، الدراسات المقارنة مباشرة بين هي المجموعة وهي المجموعة محدودة جدا، مقارنة مثلا مقارنة الـ SGLT2 مع البلاسيبو، GLP1 مع البلاسيبو. فهن عمليا عم يستخدموا هي المقارنة اللي هي غير مباشرة واللي هي عليها نقطة استفهام. شخصيا ما فيني أفتي بالموضوع، بس هذا هو مبدأ هي الميتا أناليسيس. طيب، نحن عندنا فكره اصلا من دراسات المفرده انه الاس جي ال تي 2 شو هو تاثيره، والجي ال بي 1 شو تاثيره. طبعا هن اهم مجموعتين دوائيات حاليا، هن المجموعتين كلاهما له تاثيرات قلبيه ايجابيه. الاس جي ال تي 2 تاثيرات كلويه ايجابيه، صراحه ماني فاكر اذا الجي ال بي 1 له تاثيرات كلويه ايجابيه كمان. التيبل اللي حاطينه، خليني ابدا بقى بالجداول اللي حاطينه. اول جدول عم يشوف الابسولوت ديفرنس مقارنه ال اتش جي ال تي 2 انهبيتر مع البلاسيبو ب 1000 مريض مع داء سكري مصنفين حسب الخطوره الوعائيه على مدى 5 سنوات. ففي الفيري لو، اللو، المودريت والهاي. بالنسبه للاول كوز مورتاليتي عم يعطوك اياها بانه كم مريض عم تنقذ. فخمس وفيات اقل على مدى 5 سنوات لو عالجت 1000 مريض بهذا الدواء على مدى 5 سنوات، والريسك اصلا عندهم فيري لو، فحيكونوا عدد الوفيات عندهم 5 اقل، والكونفيدنس انترفال تبعه صحيح من 6 ل 3. لو كان الريسك منخفض 15 وفيه اقل، المودريت 25، الهاي ريسك 34، والفيري هاي 48 وفيه اقل. فهذا الدواء فعلا بنقص الوفيات على مدى 5 سنوات بهالعدد، بين من 5 للفيري لو حتى 48. طيب لو دخلنا على الكارديو فاسكولار مورتاليتي، كمان نفس الشيء بنقص الوفيات من 2 حتى 24 لكل 1000 مريض عالجتهم على مدى 5 سنوات. احتشاءات العضلة القلبية نفس الكلام، بنقص الوفيات بشكل بنقص الاحتشاءات هذا الدواء من اصل من 4 اقل بالفيري لو حتى 21. طيب لو سألنا عن النون فيتال ستروك اللي هي الجلطة الدماغية والاحتشاءات الدماغية غير القاتلة، هذا الدواء ما له تأثير على الاحتشاءات الدماغية بهذه الميتا أناليسيس. 0 بالفيري لو، 1 باللو، بس لاحظوا انه من 6 اقل ل 8 اعلى، وبالتالي هذا مانو سيجنيفيكانت. نفس الشيء كله مانو سيجنيفيكانت، فبالتالي هذا الدواء ما بيأثر على الاحتشاءات الدماغية. القصور الكلوي، بنقص القصور الكلوي الكيدني فيلر من 1 اقل لو فيري لو، الريسك تبعه فيري لو، حتى 38 اقل، وكله كان سيجنيفيكانت. شو بالنسبه للهوسبيتاليزيشن او القبول للمشفى بالنسبه للهارت فيلر، نفس الشيء كمان بنقص القبولات من قصور القلب من 2 حتى 58 بالفيري هاي ريسك. السايد افكت تبعه الدي كي اي
على مدى هي الميتا اناليسيس شافت انه من واحد لاثنين، من واحد اقل لاثنين اعلى، وبالتالي ما كان سيجنيفيكانت كثير، وبالتالي ما كثير بياثر على الدي كي اي، رغم هذا الحكي مو كثير دقيق. الجينيتال انفكشن اللي هو هي الادويه بتزيد السكر بالبول وبالتالي بتزيد الانتانات البوليه والتناسليه، صحيح 100% 143 اعلى، وطبعا الكونفدنس انترفال تبعهم عالي، ففي فعلا بتزيد الانتانات. بتنقص الوزن 1.92 كيلو تقريبا كيلين على مدى 6 اشهر، وبالتالي هذا هو البروفايل تبع هاي الادويه مقارنه بالبلاسيبو. طيب نجي على المجموعه الثانيه الدوائيه اللي هن الجي ال بي 1 اجونيست. قلنا المرضى مقسمين لفيري لو للو مودريت هاي ريسك وفيري هاي كارديو فاسكولار مورتاليتي. المورتاليتي عموما بتنقص سيجنيفيكانتلي من 2 لو كان فيري لو، حتى 24 اقل وفيات لو كان فيري هاي. الوفيات القلبيه نفس الشيء بتنقص من حوالي 2 الى 18 للفيري هاي. الانفار النون فيتال مايكوكارديال انفاركشن كمان نفس الكلام سيجنيفيكانت اقل. النون فيتال ستروك بهدول المجموعه من الادويه ستروك بينقص، هذا بيتفوق على هذيك المجموعه من الادويه. لاحظوا بالفيري هاي بتنقص حوالي 25 في الكونفدنس انترفال من 39 ل 11. الكيدني فيلر لو كان فيري لو ما له دور، لو لو ريسك بتنقص بحالتين من اصل 1000 مريض مثل ما قلنا من 1 ل 3. المودريت حوالي 4، الهاي 19، الفيري هاي 29. يعني طلعت بتنقص الكيدني ديزيز او الكيدني فيلر بمرضى السكر. الهوسبيتال ادمشن الهارت فيلر لو فيري لو ما كثير له تاثير من 0 ل 1، بس لما بكون فيري هاي حوالي 11 كيس او من اصل 1000 مريض تعالجوا. بما انه هذا الدواء بيشتغل على المعده فممكن يعمل جي اي سيمتومز، فهذه احد السايد افكت. 58 حاله اعلى. بنقص الوزن مش 145، 1.45. طبعا هذاك يعني هذا تاثيره تنقيص الوزن اقل من هذاك الدواء، بس بنقص الوزن، وهذا على فكره احد الاستطبابات لهذا الدواء حاليا، انك تنقص الوزن بهي الادويه بدون ما يكون في سكر. طيب لما قارنوا هذول المجموعتين من الأدوية، طبعا هي المقارنة غير مباشرة، لاحظوا انه ما كان في دراسات مباشرة بين المجموعتين. المورتاليتي كانت افضل بالنسبة لمجموعة الـ SGLT2 بكل درجات الأذية، نفس الكلام حينطبق على الجميع، حتى الهوسبيتال ادمشن كله فيور، ما عدا ستروك طبعا مثل ما ان ستروك اصلا ما كان الا دور بالنسبه الى انه هي اصلا ما بتنقص ستروك اللي هي الاس جي ال تي 2. بس مثلا كيدني فيلر الاس جي ال تي 2 كانت فعاله اكثر بتنقيص الاس جي الكيدني فيلر، كانت فعاله اكثر بتنقيص الميكارديال انفاركشن، فعاله اكثر بتنقيص الكارديو فاسكولار مورتاليتي. البادي ويت حتى فعاله اكثر بتنقيص البادي ويت. الكيتو اسيدوسيس اكيد لا حتكون اعلى مع هي المجموعه. الهايبر جلايسيميا سيريس حتكون اعلى بهي المجموعه. هي ادويه الاس جي ال تي ال SGLT2 ما هي فعاله كثير بضبط السكر، زملائنا اطباء الغدد ممكن يفيدونا اكثر، فعاليتها ما هي عاليه بضبط السكر، وبالتالي المجموعه الثانيه افضل هي SGLB1 agonist. نفس الكلام عن الجينيتال انفكشن حتكون اعلى بهي المجموعه. هلا الجدول الاخير عم يقارن بين المجموعتين بالنسبه للريليتيف ريسك، اكيد المورتاليتي اقل مع الاس جي ال تي 2 0.77 وهي سيجنيفيكانت من 0.71 ل 0.83 وهي اقل من الواحد، وبالتالي اس جي ال 2 افضل. هذا الكلام اس جي ال 2 مقارنه بالبلاسيبو عفوا. الجي ال بي 1 مقارنه بالبلاسيبو من 0.88 وبالتالي هي بتتفوق على البلاسيبو. هلا المقارنه الدوائيه مع بعضهم اس جي ال تي انهبيتر فيرسس جي ال بي سوري اس جي ال تي 2 انهبيتر فيرسس الجي ال بي 1 ريسبتور بتنقص المورتاليتي اكثر من هي المجموعه من الادويه، وبالتالي اس جي ال 2 بتتفوق بالمورتاليتي بهي الموضوع. مره ثانيه هي المقارنه غير مباشره. هذا هو الشيء اللي عندي اياه بالنسبه لهي الميتا اناليسيس. الغايه منها صراحه مش اني انا اعطي معلومه جديده، ما بظن انه فيني انا اخذ معلومه جديده على رايي الشخصي. برايي انه هي تاكيد للشيء الموجود حاليا، وهي عباره عن
تيست جديد حقيقة، يعني نكهة جديدة لدراسات من نمط جديد. مرة ثانية الأيام حتثبت إنه شو دور هاي الدراسات بإنه تعطينا الحقيقة بهيك موضوع. ربما هي تكون مصدر لأنه نحن ندرس هذه النتائج اللي طلعت بشكل مخالف، موضوع ستروك مثلا بالجي ال اس جي ال تي 2 انهبيتر. ممكن نعمل دراسات مباشرة على هذا الموضوع صراحة، حتى ربما تكون في دراسات وأنا ماني مطلع عليها. طيب هلا بنيو انجلاند صدر بجانيوري 14 بنفس العدد، صدر دراستين حقيقة بنفس الوقت عم يحكوا عن دواء اسمه السوتاغليفلوزين بمرضى السكر. احد الدراسات عم تقارنه بمرضى السكر اللي عندهم كان وورسنج هارت فيلر، فهن مرضى سكر وصار عندهم نوبة قصور قلب وحيبدأوا الدواء هذا عندهم اياه. والمجموعة والدراسة الثانية هن مرضى سكر وعندهم قصور كلوي حيشوفوا الكارديو فاسكولار اوتكم تبعهم. خليني احطكم بالصورة اولا، هذا السوتاغليفلوزين حقيقة ما هو دواء مثبط للاس جي ال تي 2 فقط، هو مثبط للاس جي ال تي 2. خليني ارجع للصورة، هو مثبط لاثنين حقيقة، لنوعين مستقبلات، مثبط للاس جي ال تي 2 انهبيتر هو mainly، إضافة لأنه مثبط لل SGLT1. شو بفيدنا هذا الكلام؟ بفيدنا أنه مش على مستوى الكلية، بفيدنا على مستوى الأمعاء، أنه ال SGLT1 هي المستقبلات الموجودة بالأمعاء واللي هي بتستقبل أو هي بتمتص السكر. فالافتراض كان أنه إعطاء هذا الدواء بينقص من ارتفاع السكر البوست برانديال اللي هو بعد الطعام. فالدراسة الأساسية حقيقة اللي حاولوا ياخذوا الترخيص عليها، خليني افتح لكم الدراسات طبعا هون مسكره، بس انا منزل البي دي اف من اخذته من حساب المشفى. فالدراسه الاساسيه صدرت بال2017، خليني اخذ لكم الدراسه الاساسيه، سوري الدراسه الاساسيه كانت بال2017، حاولوا انه يعطوا هذا الدواء اللي هو السوتاغليفلوزين مع الانسولين بمرضى التايب 1 دايابيتس. نقص السكر اكثر بمجموعه السوتاغليفلوزين مقابل البلاسيبو مع الانسولين، طبعا كل المجموعتين اخذوا انسولين، بس زاد الدي كي، وبالتالي ما قدر، زاد الديابيتك كيتو اسيدوسيس، زاد الحماض، وبالتالي ما قدر ياخذ الاف دي اي ابروفل بناء على هي الدراسه. هي دراسه منشوره بال2017، وينها؟ تمام، بال2017. طبعا يعني انا عم احكي من عندي هالمره، هلا انه ما بيقدر، يعني طبعا الدواء لازم ياخذ حصه بالسوق، لازم ياخذ لازم يترخص او لازم ياخذ جزء من الحصه، من حصه المبيعات. وبالتالي حاولوا هلا يرخصوه مع التايب 2 دايابيتس، بدهم ياخذوا الاف دي ابروفل على التايب 2 دايابيتس. فكلا الدراستين فيز 3 حقيقه، اللي يفترض عليهم الاف دي اي تعطي ابروفل. هلا صار في مشكله تقنيه مع الدراستين، هن هي مشكله الفندنج حقيقه. بالبدايه حتشوفوا انه نحن انه حتشوفوا the trial ended early owing to loss of funding. كلا الدراستين نفس الكلام، كان الشركة اللي هي اظن ما هي، شوفي السانوفي، هن كانوا عم يمولوا الدراسة، بعدين باعوا الدواء، يبدأوا باعوا الحقوق، ما بعرف شو التفاصيل، للليكسيكون. فلما بتسمع في فاندينج ايشو، معناتها الباور تبع الاستدي، لانه ما قدروا يجمعوا عدد جيد من المرضى، حتكون اضعف. هلا خليني اقول لكم كيف واحد ممكن اول شيء يطلع يعرف شو صار بنظره سريعه، قبل ما ادخل انا بتفاصيل الدراسه واقراها من 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 اي تو زد، وما عندي الوقت اني اعمل هذا الشيء. انا بروح للايديتوريال، هذه الايديتوريال هي بتنزل مع الدراسه. شوفوا، راح افتح الدراسه مره ثانيه. هذه الدراسه مثلا هتشوفوا جاي معها بيقول لك ايديتوريال، هذا راي المحرر اللي هو هذا بروسيس وفانفيك. فالمجلة بتبعت الدراستين لهدول المحررين، وهدول بيعطوا رأيهم بالدراستين، عبارة عن نقد سريع حقيقة، ما هو نقد منهجي، ما بيحاولوا يكثفوا كتير من الدواء حقيقة، بس بيعطوك بشكل عام انه شو صار بالدراستين، وانه شو فوائد الدراستين، وشوفوا نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. فاهم نقطة ضعف في الدراستين حقيقة، او اهم نقطة علامة استفهام، انه الدراستين بسبب فقد الفندنج، انه ما قدروا ياخذوا، مع ما قدروا يجمعوا عدد كافي من المرضى، اللي عملوه انه هن غيروا الان بوينت تبعهم،
غيروا الهدف تبع الدراسة، كانوا هم مخططين يعملوا مثلا 4000 مريض أو 5000 مريض مثلا منشان يدرسوا الأوتكم الفلانية اللي هي المورتاليتي. لما لقوا ما حيقدروا يجمعوا هذا العدد من المرضى راحوا غيروا الأوتكم تبعهم، صارت كومبوزيت أوتكم، وهذه مشكلة حقيقة. شو تأثيرها على الدراسة؟ أنا هذا الشيء بيشككني بالدراسة، بس هل هذا الشيء علميا الـ FDA حتطلع عليه؟ أنا I'm not sure حقيقة، ماني واثق. فإذا بتشوفوا هون the both they were stopped early لأنه في lose of funding from the sponsor and so therefore their original primary composite endpoint were redefined. هل هذا مسموح to gain statistical power؟ فهذا الشيء مسموح بالدراسات؟ ما بعرف حقيقة، حقيقة ما بعرف. فهذا هو مشكلة الدراستين. فالدراسة الأولى اللي هي الدراسة الأضعف هي اللي هي اللي سوتاغليفلوزين مع مرضى السكر اللي عندهم worsening heart failure، فأنا حنبدأ الدواء بعد نوبة قصور قلب حاد. عدد المرضى اللي جمعوهم ما هو كبير، 1200 مريض، كانوا مخططين يجمعوا 4000 مريض. اجي راسا على الكونكلوجن تبعهم انه المرضى اللي هن عندهم سكر وعندهم ريست وورثنج هارت فيلر، العلاج بالسوتا جليفلوزين لو بدانا قبل او بعد التخريج بنقص سيجنيفيكنت لور توتال نمبر اوف ديث، بنقص الوفيات من الكارديو فاسكولار كوز اند هوسبيتاليزيشن. فهي كومبوزيت اند بوينت، الوفيات والاستشفاء بسبب قصور القلب مقارنه مع البلاسيبو. هل هذا الحكي صحيح 100%؟ فيكم تقروا هذا المقطع اللي هو results، بس انا حانتقل راسا للشيء اللي بيهمني انا كيف بقرا الدراسه حقيقه، كيف ممكن اقدمها لو طلب مني تقديم نادي مجلات. فانا بطلع على البيشنت كاركترستكس حقيقه اللي هي صفات المرضى، صفات العين المدروسه، الريس بيهمني كثير. لاحظوا انه عدد المرضى 93% من المرضى، طبعا في 600 بهي المجموعه و600 بهي المجموعه، كانوا من الوايت، البلاك مانون ممثلين بهي الدراسات، هي الدراسة أوروبية. فهذا الشيء بخليني ما أقدر أعمم هي نتائج هي الدراسة على الأفريكان أمريكان، هي بس أحد النقاط. حتى الآسيويين ما موجودين، كمان ما موجودين بهي الدراسة، فهي دراسة مينلي على الوايت وايت يوروبيان حقيقة. هي أحد النقاط. من النقاط الهامة إنه كل بتطلع مثلا هل عم ياخذوا ايس انهبيتر، فعلا معظم المرضى كانوا عم ياخذوا ايس انهبيتر أو راس انهبيتر اللي هي الايس أو ارب أو بقية الأصناف، 90% من المرضى عم ياخذوا 900، وبالتالي ما كان في تقصير بهي الأدوية. لاحظوا مجموعات الأدوية اللي عم ياخذوها المرضى، كانوا معظمهم على خافضات سكر 85 مقابل 85% تقريبا، اللي هي تراوحت بين الميتفورمين، سلفونيل أورا، الدي دي بي 4 انهبيتر اللي هن سيتاجليبتين واخواته، الانسولين والجي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هن التروليسيتي واخواته اللي هن الجلينايد. لاحظوا عفوا الجلينايد سوري مش الجلينايد، الجلوتايد، بينما الجلينايد اللي هن مجموعة تانية اللي هي مجموعة اللي بتشبه السلفين الأوريان مش موجودين، ما كاتبين عنهم. طيب نجي للأوتكم حقيقة، بتلاحظوا انه الخطين منفصلين تماما عن بعضهم، البلاسيبو مقارنة بالسوتاغليفلوزين، والهازارد ريشيو هي 0.67 اقل من واحد، وبالتالي هذا بصالح السوتاغليفلوزين. احنا بنحكي عن البرايمري اند بوينت، الكونفيدنس انترفل من 0.5 ل 0.85، وبالتالي سيجنيفيكانت، وبالتالي فعلا هذا الدواء وصل للبرايمري اند بوينت بشكل هام احصائيا. بس الشيطان يكمن في التفاصيل، نحن قلنا هاي الاند بوينت تبع هون كانت كومبوزيت اند بوينت، هي عباره عن وفيات واستشفاء، فهل كانت هي هذا تنقيص البرايمري اند بوينت كانت على حساب الوفيات ام حساب الاستشفاء؟ فلو رحنا على الجدول، طبعا هي سب جروب اناليسيس بيشوفين انه مين المجموعات المرضى اللي استفادوا اكثر على الدواء، فوجود نقص الاجكشن فراكشن اقل من 50 او اكثر من 50 ما بيفرق بين المجموعتين، كله لصالح الدواء سيتاغليفلوزين. العرق او المجموعه انه نورث امريكان فيرسس يوروبيان كله لصالح الدواء ما بيفرق ابدا. لاحظوا انه الميل مثلا لصالح الدواء بينما الفيميل كان نون سيجنيفيكانت عم يقطع الخط. شو أهمية هذا الكلام؟ ما عندي فكرة. لو كان الايج أكثر من 56 فهذا لصالح الدواء، أقل من 56 أقل من 65 عفوا
مانو لصالح الدواء. الجي اف ار اللي هي الاي جي اف ار هو وظيفة الكلية، لو كانت اقل من 60 فهو لصالح الدواء. لاحظوا انه هون عم تقرب بعيدة عن الواحد. لو كانت اعلى من 60 يعني المريض ما عنده أدية كلوية فهذا مانو لصالح الدواء. طبعا هذه كلها سب جروب اناليسيس، هذا لا يعني انه هي سيجنيفيكانت، بس هذا بيفيدنا ممكن انه نفهم كيف الدواء بيشتغل، ممكن يفيدنا بتصميم دراسات لاحقه، وممكن ناخذه بعين الاعتبار لما نوصف الدواء. فالدواء اشتغل اكثر لما كان الجي اف ار اقل من 60. لما بتيجي على البرايمري اند بوينت، على الاند بوينت تبع والسكندري، البرايمري اند بوينت كانت اقل من 0.01 واحد بالألف يعني، وهي significant فعلا. الوفيات كانت بالسوتاغلوفلو مش الوفيات، البرايمري اند بوينت هي الوفيات إضافة للهوسبيتاليزيشن، 51% من مجموعة السوتاغلوفلوزين مقابل 76% من مجموعة البلاسيبو. لاحظوا انه هي النسبة عالية جدا، وهي اكيد ما هي وفيات. فلما بتشوفوا الوفيات بالسكندري اند بوينت، الهوسبيتاليزيشن 40% مقابل 63% هامة احصائيا، فبالتالي الدواء فعلا ينقص الهوسبيتاليزيشن، هذا الشيء انا واثق منه. بس هل ينقص الوفيات؟ لا، 0.36% بي فاليو، وبالتالي ما لها هامة احصائيا، وكل بقيه الاوتكم ما هي سيجنيفيكانت. فهذا الدواء انا فيني اقول انه هو بنقص الهوسبيتاليزيشن، هل هي اوتكم كافيه بالنسبه لكم يا زملاء اطباء القلب؟ والله اعلم صحيح. بس هل في شيء بيخليني انا ما اعطي المريض الدابا جلوفلوزين او كان جلوفلوزين واعطيه السوتا جلوفلوزين؟ ما في دراسه مقارنه بين المجموعه بين الدوائين، بس الدراسات تبع هذيك الادويه اقوى حقيقه، اقوى. حتى بالدسكشن اللي حاطين الموضوع الليميتيشن، ممكن تقرا الدسكشن تبعهم، هم عم يدعوا انه حتى بعد ما نحن شلنا غيرنا الاوت كم تبعنا، غيرنا الاند بوينت تبعنا، تمت الستاتيستيكال سيجنيفيكانت. بس صراحه هاي الدراسه في عليها كثير نقاط استفهام، كيف الاف دي اي حيتعاملوا معها الله اعلم، حنشوف. بس انا عم بعطي وجهه نظري هي قد تكون خاطئه حقيقه، بس انا عم بدي تحفظي على هذا الدواء. الدراسة الثانية اللي هن السوتاغليفلوزين مع مرضى السكر وقصور الكلوي، الاوتكم طبعا عم يحاولوا يثبتوا انه هذا السوتاغليفلوزين هو دواء فعال بتخفيض السكر وبالوقاية القلبية الوعائية، تقليل الحوادث القلبية الوعائية وابطاء القصور الكلوي حتى. خلاصة الدراسة او الكونكلوجن طبعا صحيح انه المرضى السكر وقصور الكلوي بوجود او بغياب البروتينوريا او الالبومينوريا عفوا، سوتاغلوفلوزين بنقص الكومبوزيت اوف ديث from cardiovascular cause hospitalization and urgent visit، وبالتالي كمان كومبوزيت اند بوينت. انا مثل ما قلنا نفس الشيء كان في فاندنج ايشو، بس هي الدراسه كان عدد المرضى اكبر حوالي 10,000 مريض، وبالتالي ربما القوه الاحصائيه تبعها اقوى من هذيك الدراسه. نفس الشيء حارجع، يعني ممكن تقرأوها بالتفصيل، انا حبطلع بشكل سريع شو اللي بيهمني بالدراسه. هلا الريس تبع المشاركين طبعا متوسط الاعمار 70 سنه، ما حيفرق معي كثير. ميل فيرسس فيميل بالمناسبه احيانا بتفرق، لاحظوا هون 44 45% فرق، وبالتالي الميل فيميل ما فرقت كثير، يعني اذا 44% فيميل حيكون 55% ميل، فما هي مشكله كبيره. بس اذا كان عدد معظم المرضى ذكور او معظمهم اناث، وهذا بياثر على نتائج الدراسه، ما بتقدر تعممها على الجنس الاخر. الوايت هون 83% ومعظمهم اوروبيين، نفس الكلام. البلاك ما هم ممثلين، الايجن اللي هن الاسيويين ما هم ممثلين، بقيه الاعراق ما هم ممثلين، وبالتالي هي الدراسه يمكن تعميمها على الوايت يوروبيان حقيقه، حتى امريكا لا، هي فيها شويه امريكان كان. اذا بتلاحظوا مكان الدراسه حيطلع فيها شويه امريكان، 30% 13% من شمال امريكا، حوالي 14% حوالي 700 مريض، هي فيها شويه تمثيل. بس مره ثانيه البلاك ما هم ممثلين. هلا الديستريبيوشن تبع الجي اف ار، وهذا مهم جدا، انه لما عملوا انكلوجن، الانكلوجن تبعهم كان الجي اف ار اعلى من 25 حتى 60، يعني دخلوا مرضى بالدراسه على جي اف ار 25، وهذا الشيء شوي نحن جماعه الكليه بنفضل، يعني نحن عم نحاول نشد الحافله صوبنا، انه نحن هي الادويه بتنعطى بالقصور الكلوي بالدرجات المتقدمه من القصور الكلوي 25 وقصور الكلوي درجه رابعه، رغم انه زملائنا واطباء الغدد اللي بنحترم رايهم انه لا،
لازم يكون الجي اف ار اعلى من 45 حسب الدواء، طبعا كل دواء له استطابه. بهي الدراسه شملوا مرضى من 25 ل 60 الجي اف ار تبعهم، وهذا لصالح الدواء حقيقه. بس العدد المرضى اللي اقل من 30 اللي هن من 25 كانوا 7% بالدراسه، وبالتالي ما كثير ممثلين بشكل جيد. بس ال 30 لل 45 44% من المرضى، الاكثر من 45 جي اف ار ل 60 اقل كمان 44% من المرضى. وبالتالي هي هذا الدواء، نتائج هي الدراسه لو اخذنا فيها حتنطبق على مرضى الجي اف ار هن على الاقل 30. بالاي اف ما كثير فرق بين الدراسات، ممثلين كل الهارت فيلر بيشنت، ثلث المرضى كان عنده هارت فيلر. معظم المرضى على راس اظن، موجود بمكان ثاني. البروتين كرياتين ريشيو ممثلين كلهم مقسومين على ثلاث اجزاء، اقل من 30 المايكرو البومينوريا هي 30 ل 300، والاكثر من 300 30% 30% 30% المرضى مقسمين على ثلاث حقيقه. مثل ما قلنا معظمهم على راس انهبيتر وموزعين على ادويه السكر. هلا اذا جينا على الاند بوينت تبعهم، كمان الاول البرايمري اند بوينت تبعهم هي الوفيات اضافه للهوسبيتاليزيشن، او يعني اما او سيغنيفيكانت 0.001 سيغنيفيكانت اقل من 0.05. نسبه الحدوث كانت 5 اللي هي النمبر اوف ايفنت، كانت 5 مقابل 7 اظن 5 معين، هي النسبه المئويه 5% او 5.6 مقابل 7.5%، وبالتالي significant. لاحظوا الهازارد ريشيو 0.74 وهي significant، هي اقل من 1. بس لو طلعنا على السكندري اند بوينت الهوسبيتاليزيشن ستيل significant 3% او 3.5% مقابل 5.1%، مقارنة بالديث الكارديو باسكولار ديث ما كانت سيغنيفيكانت، ما كانت سيغنيفيكانت. شو قيمة هذا الكلام؟ الله اعلم، الله اعلم. مرة ثانية انه هذا الدواء بنقص ال كومبوزيت اند بوينت، مينلي هي هوسبيتاليزيشن. السايد افكت كثير حلوة نقراها لهدول هي المجموعة من الادوية. اليو تي اي ما كان في فرق بين المجموعتين، وبالتالي ما بيزيد الـ UTI، كان بيزيد الدائرية، لاحظت 8% مقابل 6%، السبب انه هذول SGLT1 inhibitor، رغم انه النقد تبع الدراسة قال انه لا، ما اضافة SGLT1 لا 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 اساء ولا افاد. هلا الدائرية كانت اعلى، بس ترى صراحة احصائيا هامة، بس سريريا انا ماني واثق انه هي كتير هامة. الفوليوم ديبليشن لانه هدول هي طارح للصوديوم 5% مقابل 400 هامه احصائيا، بس سريريا انا ماني واثق انها هامه سريريا، يعني 1% فرق ما كثير شايفه مشكله كبيره. المايكوتيك انفكشن من 0.9% حتى 2.4% حوالي 3 مرات اكثر بهي المجموعه. الهايبوغليسيميا ما في فرق، خلينا نشوف البقيه. والدي كي اي كان دبل من 0.3 من 3 بالالف ل 6 بالالف، يعني تضاعف مرتين، بس ستيل ماني شايفه سيجنيفيكانت احصاء، ربما هام احصائيا بس ما انه هام سريريا، لانه نسبه ستيل يعني نسبه منخفضه جدا. هلا هذا هو عرض الدراسه، نحن هي الدراسه ما شفنا السب جروب اناليسيس حقيقه، تلاقيها بالابندكس بينزلوها مع الدراسه، مو دائما تكون السب جروب موجوده بنفس الدراسه. خلينا نشوف فيكم السب جروب تبع هي الدراسه. السب جروب حقيقه هون تماما هذا هو، طبعا هذا لصالح الدواء وهذا لصالح الباسيبو. هلا هون عم يقولوا انه اذا كان ال اي سي ار اللي هو البومين كرياتين ريشيو اقل من 30 مانا سيجنيفيكانت، بينما اذا اكثر من 30 اللي هي مايكرو او ماكرو سيجنيفيكانت، رغم انه هن بالكونكلوجن تبعهم قالوا لا، انه هذا الدواء بنقص with or without، يعني بسواء بوجود الالبومينيوريا، هي بوجودها yes or without. حقيقة انا ماني واثق اذا كان هاي النتيجة صحيحة، لانه without عم تقطع الواحد. درجات الـ GFR مثل ما قلنا الأقل من 30 أصلا ما تقدر تأخذ منها نتيجة إحصائية، وعدد المرضى قليل بس ما أنا هامة إحصائيا، بس لو كان الـ GFR من 30 ل 45 ل 60 هامة إحصائيا. وجود الهارت فيلر ما بيغير من النتائج، الجيوغرافيك اريا ما غيرت، العمر
سواء أقل من 65 أو أكبر من 65، ما فرقت الجنس ما فرق. هذا هو ملخص الدراستين، حقيقة ممكن ستطلعوا أكثر من نتائج. بالخلاصة هذا الدواء عم تحاول الشركة تبعه إنه تسوق تاخذ الـ FDA approval لعلاج الـ type 2 diabetes بهالموضوع. لو رجعنا للدراسة أو عفوا للنقد، بيقولوا إنه هذا الدواء مرخص لإله، آخر ترخيص أصلا بأوروبا. ما عندي فكرة صراحة عن هذا الموضوع، حتى الترخيص اللي أخذه على كلام صاحب النقد انه خليني اشوف فيكم اياها، انه اذا كان المريض عنده سكر تايب 1 وعنده بدانه. يس هون it should be noted انه هذا الدواء authorized in the European Union لعلاج التايب 1 diabetes والبدانه. ما عندي فكره، ربما زملائنا باوروبا يخبرونا اذا كان هالحكي صحيح او لا. اتمنى اني انا من هالمراجعه قدرت حطنا على طرف الخيط بهذه الأدوية حقيقة، بهي الزمرة الدوائية. أظني طولت، رح أكتفي بهذا القدر. كان ممكن لسه أطلع يعني شو فيكم شو هي الدراسات الصادرة حديثا من بعد عام 2000 و 2021 عن هدول الأدوية الأربعة اللي هي كانجلوفلوزين، الدابا والإمبا. كلها معظمها الدراسات طالعة هي secondary analysis أو post hoc analysis على دراسات كبيرة منشورة من قبل لتثبيت نتائجها. ما في دراسة كبيرة منشورة بهذا مستقلة بهذا الموضوع من 3 أشهر لهلا. طبعا بال 2020 صدر كتير دراسات. أتمنى أن يكون أنا غطيت الجوانب، خليني أقول أتمنى أن يكون أعطيت لمحة يعني سريعة أو موجزة عن هاي المجموعة الدوائية. خليني أقول هي طرف خيط لألي بداية، ولألكم إن شاء الله ممكن خلال جلسات تانية ممكن لحالكم ترجعوا وتقرأوا عن الموضوع وتبحثوا فيه لحتى نقدر نستوعب هاي الأدوية ونستوعب الدراسات الصادرة عنها، بحيث إنه نقدر نعرف فعلا لما حدا يسألنا إنه فعلا شو هي الدراسة بتقول إنه كان الجلوفلوزين مثلا بنقص الأذيات الكلوية، شو هي الدراسة اللي بتنقص اللي أثبتت إنه كان الجلوفلوزين مثلا بنقص الإصابات القلبية، نقدر نجاوب ونكون راجعين هاي الدراسة. السلام عليكم.